إذن ولينا قنوع معنا وهي محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. مرحبا بك أستاذة لينا. لنذهب إلى تفاعل الدولار. كما رأينا الدولار ما يزال في منطقة من التراجعات رغم أن القرار إلى حد كبير كان متوقع، يعني لن يغير الفيدرالي من هذه السياسة فيما يتعلق بتثبيتها ضمن هذه الحدود الصفرية. ما هي الأسباب؟ مساء الخير. بالنسبة كما ذكرتي في التقرير أنه ثبت أسعار الفائدة عند المستويات القريبة من الصفر، وأيضا يظهر أن هناك خيبة كانت من الأسواق توقعوا أنه في توسيع ببرنامج شراء السندات، لكن أبقى على برنامج شراء السندات كما هو ولم يطرأ أي تغيير عند 120 مليار دولار. وبالتالي كانت التوقعات المستقبلية للاقتصاد ربما هي التي أعطت نوعا من الإيجابية. توقعات بالانكماش ب 2.4 للاقتصاد الأمريكي كان يعني التوقعات أكثر من ذلك بالماينس 3.7% الانكماش. توقعات لنمو 2021-2022 كانت توقعات إيجابية ب 4.2% عن التوقعات السابقة. وأيضا بالنسبة للبطالة، كل هذه الأمور ربما يعني أعطت نوعا ما هذا التحفيز الاقتصادي والترقب لحزمة التحفيز الأمريكية، أدى إلى تراجع الدولار وارتفاع شهية المخاطرة للأسواق، التوجه نحو العائد المرتفع. وكل فهذه الأمور ربما لو تم إقرار حزمة التحفيز الأمريكية المرتقبة، ويظهر أنها ربما تصل إلى وقت قريب، سوف تؤدي إلى تراجع الدولار، ربما نصل إلى مستويات دون 88 دولار في الوقت القريب جدا. فأسعار الفائدة المتدنية وأيضا حزم التحفيز وأيضا عوائد سندات الخزانة الأمريكية هي اللي عم تضغط المنخفضة لأمد عام وعامين وشهرين وستة أشهر، هي اللي عم تضغط على الدولار، ومتوقع أن يظل في تراجع بعد وصوله بالفعل الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عام 2018. لكن أريد أن أذكر نقطة، الدولار تفاعل بعد قرار الفيدرالي الأمريكي، لكن بعد دراسة المتداولين والاقتصاديين يعني قرار الفيدرالي والتحفيزات التوقعات المستقبلية للاقتصاد الأمريكي هذا الذي أدى إلى تراجع الدولار الأمريكي بعد ذلك. نعم. طيب لننتقل إلى ما ننتظره أيضا بالنسبة لقرار من بنك إنجلترا، هل برأيك سيكون هناك أي متغيرات على مستوى ربما حزم اقتصادية جديدة أو حزم تحفيزية جديدة؟ بالنسبة لبنك إنجلترا لا، ليس من المتوقع أي تغيير، سوف يبقي على أسعار الفائدة كما هي عند 0.10%. وأيضا من المرجح أيضا أن يبقي على برنامج شراء السندات. طبعا في الاجتماع الأخير تم رفع برنامج شراء السندات من 745 إلى 895 مليار، فغير من المتوقع، لكن يجب النظر ربما التوقعات تشير إلى النظرة المستقبلية للاقتصاد كيف ستكون بالنسبة للاقتصاد بريطانيا في الفترة المقبلة. هذا سيكون التركيز المتوقع. إذا نظرنا إلى البيانات الاقتصادية التي ظهرت، نحن بيانات سواء الإنتاج الصناعي ارتفع للشهر السادس على التوالي، أيضا الصناعات التحويلية ارتفعت لمدة ستة أشهر، لكن قطاع الخدمات يعني بما أنه متأثر بعادات المستهلكين هذا عم نشوف انه عم بيتراجع. وايضا لا ننسى انه معدلات البطاله ايضا يعني هناك في ارتفاع، فيجب ان يكون اذا سيكون هناك اي تحفيز نقدي ليس في الوقت الراهن وانما في الفتره المقبله، وخصوصا نحن نترقب مفاوضات الخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، فالانظار تتوجه الى ذلك قبل اتخاذ اي قرار. يعني سوف نترقب سوى التطلعات إلى ما سيؤول عليه التوقعات المستقبلية للاقتصاد البريطاني خلال الفترة المقبلة. نعم. وبشكل سريع ماذا عن النفط لينا؟
نعم، بالنسبة للنفط متوقع استمرار الارتفاع في النفط، خاصة بعد انخفاض المخزونات في الولايات المتحدة الأمريكية ب 5.1 مليون برميل، مقابل التوقعات كانت عند 5.3 مليون برميل يوميا. هذا عم يدعم ارتفاع أسعار النفط. لا ننسى أنه تطورات لقاح فيروس كورونا وسرعة التوزيع سواء في بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عم تدعم أيضا يعني سرعة التوزيع، ربما سوف تدعم أسعار النفط. لكن يبقى السؤال، هل سيستمر في الارتفاع؟ نعم سيستمر في الارتفاع، لكن سيبقى توقعاتي في نطاقات ضيقة لأسعار النفط، لأن يجب أن ندرس أولا ما مدى انتشار فيروس كورونا. عم نصل مستويات قياسية تقريبا 75 مليون إصابة إلى الآن بسبب انتشار فيروس كورونا. كل هذه يعني بالإضافة إلى التطورات في اللقاح، فإلى أي مدى سوف يحد من انتشار فيروس كورونا يعني تعافي الطلب. فتوقعات إلى أسعار النفط الخام الأمريكي، المتوقع أن تبقى عند مستويات 53، وربما نصل لمستويات برينت عند مستويات ال 55 دولار. لكن في الفترة المقبلة يجب النظر إلى ترقب العرض والطلب، كيف التوازن بين العرض والطلب هو الأهم في الفترة المقبلة. نعم، أشكرك لينا قنوع، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. شكرا على كل هذه المعلومات.